هنعمل النهارده لحمه الراس ليها محبيه وطلبت مننا الحقيقه وطلبت على الصفحه الشخصيه، فاسمحوا لي النهارده هنعمل لحمه الراس، وبما اننا عملنا الفته قبل كده على الكوارع فخلينا النهارده نعملها للناس اللي ما بيحبوش الصلصه قوي، يعني نعملها لهم بطريقه لطيفه ونقدم معاها لحمه الراس لانها طبق محبب جدا. هنقول بسم الله وهنبدا في المقادير بتاعتنا. اول حاجه عندي الفته اللي بلحمه الراس، عندي لحمه الراس الاول، عندي كيلو من لحمه الراس. هعملها ازاي؟ عندي بوكيه جرنيه ليها اللي هو بصل متقطع 4 ارباع وجزر مكعبات وكرات وكرفس وورق لورا وحبهان، وطبعا للتشويح انا عندي ممكن اشوحها كده شويه قبل ما اقدمها، في معلقه سمنه، بصل مفروم، ثوم مفروم، عندي طماطم مبشوره، وعندي السبع بهارات وملح وفلفل، ولو عايزين تدعموا بصلصه مفيش مشكله. طيب هنتكلم كمان عن الفتة، أنا هقول كل المقادير وهنبدأ نشتغل فيها حاجة حاجة، لكن لما نيجي وقت الفتة أنا هبدأ دلوقتي في لحمة الراس. دي شكلها، دي لحمة الراس طبعا ليها محبيها طبعا، ولحمة الراس دي ليها فوائد كتير عشان تبقوا عارفين يعني، وسعراتها كمان مش عالية يعني، دي ميزة فيها برضو. هنتكلم عن الفوائد بتاعة لحمة الراس، غنية جدا بالبروتين وفيها فوائد كتيرة. طبعا الناس اللي بتحبها هتلاقوا حلقة مميزة إن شاء الله مع حضراتكم اللي انتوا طلبتوها عن اللسان والطحال والفشة، بإذن الله هتبقى مع حضراتكم وهتستمتعوا بيها حلقة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. فوائد لحمة الراس كتير، عايزة أقول لكم إن هي أصلا غنية بأحماض الأوميجا 3، تخيلوا لحمة الراس دي غنية بأحماض الأوميجا 3. عايزه اقول لكم كمان الناس اللي بتاكلها يقول لك تشد العصب كده، لانها مفيده للجهاز العصبي وفيها اصلا مضادات اكسده. تخيلوا بقى ان هي كمان فيها فايده انها بتحمي الحبل الشوكي من التلف. تخيلوا، واهم حاجه بقى في كده سبحان الله ان هي معتدله السعرات الحراريه جدا، ما فيهاش سعرات حراريه كتيره. بصوا بقى انا بعمل البوكيه جرنيه، عندي الكرات، وعايزه اقول لكم مصدر جيد جدا للبروتين، تقريبا 52% منه، تخيلوا يعني بروتين عالي ما شاء الله. فلحمه الراس دي للناس اللي يعني ممكن تكون مش عارفه عنها كتير، طبعا لحمه الراس للبقري معروفه جدا، في ناس كمان بتاخدها في الضاني. هحط حبهان، هحط كده ورق لورا، لازم اطعم كده الايه البوكيه جرنيه اللي هو عباره عن جزر، انا عندي كرات وعندي كرفس حطيته وعندي حبهان، دول علشان مع البصلايه اعملهم كده بوكيه جرني. ممكن ادي بس رشه بسيطه كده من الملح، ما بحطش ملح كتير في الاول، انا هدعم بعد كده وهتبل كل الحاجات الحلوه دي مع بعض، ورشه من الفلفل كده، وهقفل وهسيبها تغلي غلوه، واول ما تغلي هبدا انزل لحمه الراس اسلقها، وهبقى مع حضراتكم خطوه بخطوه باذن الله. وطبعا بشكر كل اصدقائي اللي بيسالوا عليا من خلال الصفحه الشخصيه وبيطلبوا مننا وصفات من خلال شاشه قناه الاهلي، انا طبعا بشكر حضراتكم للثقه الغاليه، وشكرا لكلمات حضراتكم ودعواتكم الغاليه اللي من القلب، وبجد يعني بتمنى من الله انها نعمه ربنا يديمها عليا، يعني تشجيعكم ليا ومشاهدتكم ومتابعتكم. وكمان عايزه اقول لاصدقائنا اللي طلبوا البليله، البليله احنا عملناها الحمد لله من حوالي اسبوعين كده، عملنا منها طاجن البليله في الفرن علشان هم طالبين يشوفوها، فهي موجوده بالفعل، حضراتكم ادخلوا على الصفحه او على اليوتيوب هتشوفوها ان شاء الله. عملنا طاجن البليله في الفرن، وعملنا البليله بالمكسرات بالطريقه التقليديه بتاعتنا، واتكلمنا عن كده خطوات بسيطه نقدر نخلي بالنا منها واحنا بنسلق القمح والحاجات الحلوه اللي احنا دايما بنقع ساعات احيانا فيها كده. طيب انا دلوقتي هوري حضراتكم هنا، بصوا كده انا هنا سلقه شويه وبحاول اسخنها كمان، المرق بيطلع جميل ورايق كده زي ما احنا شفنا مع بعض عملنا قبل كده الكوارع لما كان معانا ضيفتنا سارة الخولي، وكانت الحقيقة سبحان الله أنا برضو بقول إيه، الشخص اللي يبقى ما جربش حاجة وبعدين يحس إنها حاجة كويسة أو حاجة حلوة لما يشوفها دي حاجة جميلة. وآدي هي لحمة الراس، بصوا بعد ما اتسلقت تمام، بصوا المرق بتاعها ده رائع، انا هسقي منه على فكره عشان كده انا هسخنها، لان انا هبدا اسقي منها الفته بتاعتي. وخليني كده ايه ابدا اول خطوات ليا في الفته، عايزه اجيب كده ايه صاج صغير احمص فيه، بسم الله احمص فيه العيش ده البلدي،
هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اي عيش يتبقى عند حضراتكم لما بيكون عيش بلدي، اذا انتم مش من الناس يعني زي حالاتي كده بتحب العيش فريش على طول، ما بتحبش تاكله متلج او كان في الفريزر وساح، الموضوع ده بيضايقني قوي. انا باخد العيش لو بات او اتفضل فيه رغيفين او اتفضل فيه رغيف، بروح قصاه كده مكعبات زي ما حضراتكم شايفين بالمقص المطبخ، وبروح محمصاه في الفرن، بعمل تغميسه، اعمل باذنجان مخلل، اعمل افوكادو واحط عليها شويه حاجات، اعمل جبنه بالطماطم، اعمل بيبقى جميل قوي كده، ناخده لقيمات كده مقرمشه جنب اي حاجه في البيت، مش بس شرط ان انا كمان احمصه عشان الفته، فبيبقى جميل جدا ونقدر نستغله في وصفات حلوه. احنا لما بنروح بعض المطاعم بنلاقي دايما انه ايه العيش المقرمش. تعالوا ناخد فادية. يا فادية، اهلا اهلا. الصوت بعيد قوي يا اولاد. فادية ممكن توطي التلفزيون؟ فادية ممكن توطي البيتزا؟ حاضر، من عينيا الاثنين يا حبيبة قلبي، هنزلها لك حالا. حاضر، عيوني ليكي. ميرسي يا فادية على اتصالك يا حبيبة قلبي. عينيا، حاضر. واحنا ان شاء الله باذن الله بعد العيد، انا عايزه برضو لو حضراتكم حابين تشاركونا هنعمل حلقه علشان خاطر ام اسلام بعد العيد ان شاء الله. فطير طلبت مني كمان تاني على الصفحه امبارح، الفطير الشرقي، هنجيب حد متخصص، والحد ده انا يعني ببعت له شكر، لان وقت ما كنا بنصور البرومو هنا في البرنامج كان موجود وكان بيعلمني ازاي الف الفطير وازاي نطير الفطير وازاي نعمل الحاجات الحلوه دي. فشكرا لكل حد في مجاله يعني متألق وما بيأخرش معلومة، أو إن هو ممكن يفيد غيره أو يخلي غيره يتعلمها من غير ما يبقى متضايق. شكرا بجد، إن شاء الله تنولوا يعني تنول إعجاب حضراتكم الحلقة دي بإذن الله بعد العيد، هنعملها عشان خاطر حضراتكم. معانا أم إسلام، يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا حبيبتي، عاملة إيه أخبارك؟ إحنا أنا لسه في سيرتك حالا حالا. لسه في سيرتي؟ طيب إيه؟ لسه بقول عايزين نعمل حلقة الفطير الشرقي مميزة. أيوة، عشان أنا طلبتها منك. وهجيب لك بقى فطاطري، ولد شاب بس ولد ما شاء الله عليه، هو اللي علمني إزاي ألف الفطير، قلت أنا عمري ما هعرف ألف الفطير ده. حبيبتي والله ربنا يسعدك. حبيبتي تسلمي. بصي يا قلبي، في بقى دعاء عايزه تسلم عليكي وتسعد عليكي. اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي، اتفضل. الو. اهلا يا دودو، اهلا بيكي. مساء الخير، ازيك يا سيف، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك انتي؟ كل سنه وانتي طيبه وانتي بصحه وسعاده. وعلى كل الكرو. حبيبتي تسلمي لي. يا روح قلبي انتي اكتر والله، ودي يعني مفاجاه جميله منك، انا متشكره جدا اني سمعت صوتك حبيبتي. لا والله خالص، منوره الشاشه دايما كده يا شيخ. حبيبه عمري تسلمي، منوره يا رب باتصالاتكم دايما مسندتكم ليا يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه وانتي طيبه وبصحه وسعاده. طيب يا رب ان شاء الله. امين يا روح قلبي، تسلمي لي ويسلم ذوقك يا حبيبه عمري، تسلمي لي. شكرا ليكي جدا، شكرا ليكي يا ام اسلام، والله ما تحرمش منك ابدا. المحبة دي حاجة جميلة جدا، بشكر ربنا عليها وبشكر حضراتكم بجد عليها وعلى ثقتكم الغالية. بصوا أنا حطيت لحمة الراس، الريحة حلوة قوي، وادي المكان ما هنا اتسلقت بقى، بصوا المرق جميل ازاي وريحتها حلوة وطعمها جميل. أنا هبدأ دلوقتي بسخنها هو مع حضراتكم عشان أبدأ أجهز. أنا العيش فيه اختيارين، ممكن في ناس أنا بس ما بحبش أحط عليه توم وأنا بدخله الفرن، بصوا المرق رايق إزاي، لأنه ساعات بيتحرق شوية يعني يتلسوع كده التوم فبيدي طعمه مرر شوية، فأنا ما بحبش أحط التوم مع العيش وهو بيتحمص، لكن بحب أعمله في الخطوة اللي بعد كده. ممكن يتمسح بالسمن بس الوش الرغيف كده ويتقص ويدخل الفرن، دي مرحلة، فاحنا بنقنن من كميه السمنه، او ان حضراتكم تحطوا له معلقه واحده ونشوحوا فيها بعد ما بيطلع وهو كده في الفرن، بعد ما بيطلع واحنا بنعمل له الدقه بتاعه الايه او الطشه بتاعه الفته نفسها، نطعمه بالثوم كده ونديله معلقه سمنه الاول، ناخده تحميصه بيها كده فيطعم بالثوم الاول، دي انا بحب اعملها الحقيقه. فزي ما حضراتكم تشوفوا اللي يريحكم اعملوه. هخلي بس الغطا كده شويه هنا كده موارب سنه، تاخد بس غلوه كده، وبعدين هنبدا نخلي هنا المرق يسخن في لحمه الراس، وانا هبدا اطلعها انشلها كده، ممكن اخد دي وهاخد هنا كده طبق زي ده اطلعها فيه علشان نبدا
هنديها بقى تشويحة كده لوحدها. طبعا الطعم رائع، البصل ده اصلا اللي مع المرق عايزه اقول لحضراتكم طعمه جميل جدا كده، شايفين؟ بسم الله اهو. المرق ده بقى لما هنسقي بيه شويه رز ابيض بتاع الفته، وهنسقي بيه كمان العيش والفته نفسها، هتبقى حاجه كده ايه طعمها رائع، خصوصا للناس المحبه للحمه الراس. طبعا المنكهات اللي بتتحط دي سواء مع الممبار زي ما عملنا قبل كده، او مع اللسان او الطحال او كده، وزي ما اتفقنا قلنا ان الطحال ما ينفعش يبقى اتخدش، وما ينفعش نحط فيه سكينه اثناء ما هو يكون لسه لحم، علشان او لسه يعني فريش ما اتسلقش، عشان لو اتخدش اتصفى فمش هيبقى كويس، يبقى ضر، ما ينفعش نستخدمه كده. تقريبا انا صفيت كله، باقي المرق ده بقى انا هجيب كده ايه جنبي برضو صفايه ولا حاجه، هصفي لما اجي اسقي بيه الحاجات اللي انا عايزه استخدمها. هبدا احط هنا كده، وممكن نعمل شويه رز صغيرين هنا كده على المكان هنا، اعلي بس النار، وناخد بقى معانا، شوفوا معانا مين حبايبي كده. بسم الله هسخن هنا، ده انا سامعه اهو. انا سامعه بتعملوا ايه. هاخد كده ممكن معلقه سمنه صغيره مع الزيت، تدي بس طعم للرز اهو، معلقه كده، لان طبعا انا هسقي بالمرق ده، المرق الخاص بلحمه الرز، فهيبقى مطعم الرز كويس. وهاخد معلقه زيت كويسه عشان الرز يطلع برده مفلفل وحلو، وهعمل شويه رز ابيض عادي جدا، رز مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، هديله بس تشويحه حلوه كده كده، ورشه بسيطه بس من الملح، لان المرق انا طبعا منكه وطعمه حلو، بس ايه رشه ملح بسيطه كده، وهنقلب نديله تشويحه حلوه كده. وانا سايبه العيش الخاص بالفته بيتحمص جوه الفرن، وهنا برضو هنجهز. ممكن ننزل مقادير الفته يا ندى، نزل مقادير الفته علشان اصدقائنا. ماشي حبايبي، نقلب كده تقليبه حلوه، مقادير الفته نزلت مع حضراتكم. عندنا للرز 3 كوبايات من الرز، المرق طبعا سواء حضراتكم سالقين مرق كوارع او سالقين مرق لحمه او مرق رقبه او مرق لحمه راس زي ما انا عامله، طبعا الملح والزيت او السمن زي ما انتم حابين. الصلصه عندي لتر عصير طماطم، 3 معالق كبار من الصلصه، ثوم مفروم، زيت وخل، معلقه سكر مهمه عشان الحموضه، بهارات وملح وفلفل. طيب للطشه انا هعمل النهارده الطشه فاتحه، اللي هي سمنه وثوم وخل وملح وفلفل فقط. عندي لتحميص العيش عيش وزيت، ممكن الناس اللي حابه حاجه خفيفه بتعمله بزيت الزيتون مع ثوم، انا بصراحه النهارده يعني عاملاها الوجبه حلوه يعني. طيب عندنا سؤال، حد طالب الباميه بلحمه ضاني لسه حالا. طيب احنا طبعا الباميه ده الموسم بتاعها، وان شاء الله ان شاء الله اللي عايز يخزن باميه، اللي عايز يجفف باميه، اللي عايز يستفيد من الباميه يستفيد منها في الفتره دي، لانها لسه يعني ما شاء الله نازله هي وتين الشوكي. طيب اهم حاجه ان اللحمه الضاني لازم تاخد تشويحه، يا اما هتسلقوها في الاول اذا بتحبوها تاخد نص سلقه وبعدين نسقي وناخد المرق بتاعها ونحطها جوه الطاجن، او حضراتكم عايزين تعملوها من الالف للياء، هنشوح البصل مع شويه ثوم حلوين مفرومين، ونشوح فيهم اللحم كويس قوي، هنديها رشه ملح وفلفل ونقلبها كويس جدا، تاخد لها كده بس ايه تسويه خفيفه، تسرد الميه وتبدا تتشربها. هبدا الباميه تكون متقمعه عندي وتمام، هنزل الباميه بتاعتي، ولما انزل الباميه عايزه اديها شويه عصير ليمون جوه الخليط، ودوقوا كده بس طعمها حبه صغيرين، يعني عصير ليمونه كده او ليمونتين تتقلب كويس جدا معاهم،
وبعدين ضيفوا عصير الطماطم تكون متصفية كويس، لتر مثلا عصير الطماطم متصفي، وعايزين تدعموا بمعلقة صلصة مفيش مشكلة. أهم حاجة في البامية التوم وشوية الليمون مع طعم الضاني ده بيطلع لوحده، هو مش محتاج حاجة. لو البامية كبيرة هتاخد تسوية اللحمة الضاني وهتدخل الفرن، وسيبوها في الفرن وغطوها تتصلصل مع بعضها. لو اللحمة هتاخد تسوية أيا كان النوع يبقى هنديها نص سلقة وهنسقي بالمرق بتاع اللحمة، هتطلع أحلى طاجن بامية ضاني. ولو حابين الحر سنة قطعوا بس قرن فلفل حار وإحنا بنشوحه مع البامية والبصل في الأول، هتستمتعوا بيها جدا. أنا صفيت المرق زي ما حضراتكم شايفينه كده عشان يبقى سهل عليا. طبعا اللي عايز يعمل شوية شوربة لسان عصفور، عايز يعمل شوربة شعرية، تمام، صفيتهم عشان تبقى المرق جاهز معايا. وسقيت منه الرز، شوحته بس شوية كده حلوين، بسم الله. بصوا سقيت من المرق ده الرز عشان يتشرب كده، وقلنا كل كوباية رز مصري جافة عليها كوباية مرق سخنة، وهديت النار عليه علشان يتشرب يبقى جميل. وباقي المرق اهو صفيته. هنبدأ دلوقتي بقى نعمل مع بعض الصلصة، صلصة الايه الفتة، بسم الله. ايوه هاخد كده معلقه هنا خشب، وهبدا انزل باول حاجه شويه، ممكن معلقه سمنه او زيت زي ما انتوا تحبوا، بسم الله. زيت عندي، الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، شوح كده يبقى لون ذهبي بس حلو، ما تخليهوش يغير لونه قوي او يتحرق، الريحه روعه. هحط الخل، وهنزل معلقه السكر والصلصه، من الاول عندي عصير الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي احنا ضربناها في الخلاط ومصفينها، وهنحط طبعا نقلب كده تقليبة حلوة، وهناخد رشة كده. ومعانا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا شباب. أهلا بيك يا فندم. الحمد لله يا أهلا استاذ احمد الدبيكي، اهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم. يا اهلا يا اهلا بحضرتك، اخبارك ايه والصحه عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. الحمد لله يا فندم، ربنا يسعد ايامك دايما يا رب، بخير وصحه وسلام وعافيه يا رب كده. امين يا فندم لينا وليك. كل سنه وحضرتك طيبه وكل الاسره وكل الصف بتاع البرنامج طيبين يا رب. تسلم يا فندم، تسلم. ذوق حضرتك طيب واسرتك كلها بخير يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. عايز اسال على البسبوسه، كل ما اعملها بتطلع ناشفه معايا، فيعني طب هسالك سؤال الاول، الطريقه اللي تخليها تطلع طريه؟ طيب انا هسال حضرتك الاول، الشربات لما بتحطه بيبقى سخن ولا سائع؟ لا بحطه سخن في سخن، يعني البسبوسه بتبقى سخنه والشربات بيبقى سخن بيغلي يعني. حلو، وبتغطيها بعدها ولا لا؟ تمام. بتتغطى ولا لا بعدها؟ بغطيها بعدها مباشرة، بس بلاقي يعني الوش بتاعها بيبقى ناشف قوي، يعني شكل الحجر كده شوية. ما هو الحجر ده بقى ممكن يكون عف الشربات. حضرتك بتحط قد ايه شربات السكر؟ انا هنزل لك مقادير مظبوطة. حاضر يا استاذ احمد. ممكن يكون الشربات سكره زيادة فبيخليها تبقى كده بتحجر. يعني لو احنا عملنا المقادير كلها مظبوطه في البسبوسه ولقينا الشربات نفسه هو اللي فيه تقيل، يعني في ناس ساعات كانت بتزود مثلا نسبه العسل الجلوكوز او نسبه السكر بتبقى زياده، يحجر البسبوسه برده. طيب انا حاضر من عينيا الاثنين، طبعا حضرتك شرفتني ونورتني، وانا هنزل لحضرتك مقادير البسبوسه والفاديه ان شاء الله. هنزل لك البيتزا يا فاديه، ننزل البيتزا الاول لفاديه وننزل بعد كده مقادير البسبوسه لاستاذ احمد بالشربات يا ندى. بصوا بقى، انا شلت الريم لما ظهر على وش لحمه الراس وانا بسلقها بعد ما حطيتها في البوكيه جرنيه، الجزر والبصلايه والورق اللورا والحبهان وعودين كرفس وشويه كرات، شلت الايه الفوم اللي بيطلع او الريم ده عشان تديني شوربه نقيه زي اللي حضراتكم شايفينها دي اهي.
شايفين المرق صافي ونقي ازاي، وطبعا طعمه رائع. بصوا سقيت الرز منه بدا يتشرب بس لسه شويه، انا بس بوريكم شكله بيدي اللون الدرجه دي عشان لون المرق، الدرجه اللون دي بتبقى دايما من المرق اللي احنا ساقيين بيه. لو سقيتوا الرز بمرق مش بميه تلاقوا لونه كده مصفر شويه، الشكل العاجي ده مش الابيض الناصع. عايزين الابيض الناصع يبقى خلاص هتسقوه بالايه بالميه. تمام، هقفل كده عليه شويه. وهنا عملنا الصلصه بتاعه الفته، حطيت معلقه السكر مهمه قوي، خلينا نحط كده ايه، انا حطيت نص مكعب مرق، هاخد رشه ملح وفلفل معايا. معانا حاجه سعاد، اهلا وسهلا حاجه سعاد. حبيبتي عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه يا بنتي، ربنا يبارك فيك. كل سنه وانت طيبه. على فكره انا بحاول اكلمك كتير بس ما بيبقاليش حظ ان انا اكلمك. ده من حظي الوحش انا، بس انا النهارده حظي حلو عشان حضرتك كلمتيني. يا حبيبتي انت عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا بنتي. وحضرتك بالصحه والسلامه والسعاده يا رب. ويديك الصحه ويبارك لك في صحتك في ولادك يا رب. امين يا رب العالمين. ما يحرمك يا بنتي يا رب. امين يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. لو سمحت بس عايزه، الحمد لله، عايزة وصفة البيكاتا تكون مظبوطة، ربنا يبارك. من عنا بيكاتا اللحمة؟ حاضر، عيني. اه بيكاتا اللحمة. عينيا، نزلها لحضرتك حالا. من عندي ولعندي، نورتيني حاجة سعاد، شكرا لحضرتك ولاتصالك يا فندم. شكرا ليك يا فندم. نزل البيكاتا الحاجة سعاد يا نودي. البيكاتا أهم حاجة فيها طبعا نوع اللحمة، وهديكي وصفة سهلة وبسيطة لحضرتك تعمليها، إن شاء الله تطلع بيكاتا حلوة، تقولي رأيك فيها بإذن الله لما تعمليها. واحنا كمان انا هعمل لحضرتك كمان حلقه البيكاتا مخصوص، وتشوفيها ان شاء الله الاسبوع ده باذن الله بفضل الله. البيكاتا من انواع الاكل الحلوه السهله، بس اهم حاجه ان احنا نجيب نوع لحم يكون كويس، سواء الفيليه، ممكن نستخدم شرايح البوفتيك اللي بتبقى يعني مش مدقوقه قوي بس تبقى كده خفيفه، او الفيليه طبعا الاساسي بتاعها. ولازم نديها كده رشه ملح وفلفل وبهارات لحمه. وبعد ما بطعمها عندي اختيارين، اما ان انا ابدرها بالدقيق وانزلها تتشوح في معلقه زبده ومعلقه زيت، فاقفل المسام بتاعتها واديها كده، اقفل اعمل لها زي طبقه كده كرانشي من بره، او ان انا اشوحها كده على طول برضو هقفل المسام بتاعتها واشيلها من الطبق ده، وابدا اعمل بصلايه مع فصين ثوم وابدا اشوحهم كويس قوي، وبعدين ابدا انزل المرق اللي انا هسقي بيه علشان اللحم ده يستوي لازم يبقى فيه مرق، فعلى الاقل كوبايه او كوبايه ونص او كوبايتين على حسب حجم اللحمه، برضو حاجه تستخدميه كيلو او نص او اقل. وبعدين هبدا بعد ما اضيفها بسيب اللحم فيه وبتبله كويس، وبعدين بسيبها في الخليط ده. لو انا هعمل مشروم معاها هشوحه في الاول مع البصل والثوم، وهضيف له عصير ليمونه واحده، عشان لو هو يعني مشروم بيحتاج الثوم وبيحتاج عصير الليمون. لو هو فريش هيبقى ممتاز، لو هو مش فريش يبقى حضرتك هتشطفي الماده الحافظه من المشروم وهتضيفيها في الاول. وبعدين نبدا نضيف ننزل اللحم بعد ما نحط المرق، ننزل اللحم فيه ونسيبه يغلي، وانزل الصوص بتاع اللحم كمان اللي كان معاه اثناء التحمير. بعد كده هبدا عندي نص كوبايه من الكريمه بخليها كده في الاواخر، يعني قبل ما اللحمه تدخل على التسويه. طبعا عندي صوص ديمي جلاس، وعندي ملح فلفل بهارات اللحم ورشه جوزه الطيب، دي كافيه قوي للبيكات، مش محتاجه حاجه تاني حضرتك، هتلاقي اللون بقى بني. فكره الدقيق اللي بنبدره بيه في الاول عشان هي لما تنزل في الخليط تديه تقل. لو حضرتك حابه ما تعمليهاش بصوص الديمي جلاس وتعمليها بمعلقتين دقيق في الاول، هتحمريهم في الاول لما يبقى لون الدقيق ده بني خالص، وبعدين نضيف المرق وايه وننزل اللحمه تاخد سواها، وبعدين نضيف الكريمه اخر حاجه تغلي فيها كام غلوه، ودوقي احلى بيكاتا ان شاء الله تعجب حضرتك. تقدميها بقى مع خضار سوتيه، تقدميها مع ماش بوتيتو، مع رز، زي ما انت حابه. طيب بصوا انا خلاص الصلصه واهو هنزل عجينه البيتزا بس حالا لفاديه، وهنبدا بقى ايه نجهز ليه الطبق بتاعنا بتاع الفته. معانا انا لو هعملها على كيلو دقيق يا فادي، لو هنعملها كيلو دقيق 5 كوب، وعندي معلقتين من السكر، وعندي معلقتين من الخميره، وعندي كوبايتين من الميه الدافيه، وعندي تلت كوبايه من الزيت، ورشه من الملح. طيب في ناس بتحب تدعم ساعات باللبن البودره، انا يعني ايه مش بحتاج، ان شاء الله مش هتحتاجي، وتبقى العجينه دي ممتازه. هتنزلي عليها بنص لتر من الميه، تفضلي تضيفي ميه دافيه فتره،
لحد ما العجينه تبقى تتكور وما تبقاش بتلزق في ايدك وفيها طراوه وحلوه لكن مش بتلزق. وبعدين هاخد بوله احط فيها شويه زيت واحط العجينه دي واغطيها لمده ساعه تخمر في مكان دافي، وبعد كده ابدا اقطع العجينه دي 5 أو 6 أو 8 كور على حسب حجم الصينيه. هنعمل صوص البيتزا عباره عن طماطم بتبقى كونكاسي نص سلقه كده، او لو عايز تعمليها بالصلصه مش مشكله. هنحط عليها ريحان وروزماري وزعتر ومعلقه صغيره من السكر، رشه ملح وفلفل، وبقلب الخليط ده كويس ويبقى ده الصوص. لو انت مش عايزه تعملي صوص البيتزا ممكن تحطي الكاتشب، يبقى هو كبديل للصوص. وحطي الحشو اللي انت عاوزاه حبيبه قلبي، ان شاء الله هتبقى جميله معاكي. اهم حاجه حطي طبقه تحت من الصوص الاول وما تجيبيش عند الحروف، وحطي طبقه جبنه وبعدين الحشو وبعدين طبقه جبنه ثانيه. طيب انا كده ايه قلبت هنا، هنا بقى هشوح العيش كده تشويحه زي ما قلت لحضراتكم اتحمص، فانا هاخده كده احطه هنا واحط معاه بقى معلقه الثوم واسقيه بشويه المرق علشان ايه اطعم بقى العيش بتاعي اهو. انا بقى ايه عقبال ما اعمل كده، بصوا بس عقبال ما احط الخطوه دي قبل ما نطلع الفاصل، هاخد كده شويه كده من الثوم هنا، ومعلش اسمحوا لي هاخد فين اللوش بتاعي، اعتقد انا اهو بسم الله. عايزين بس نقلب كده، هاخد الاول معلقه كده بسيطه من الصلصه هنا على العيش سنه كده يديله بس طعم، بصوا. وبعدين هاخد من المرق بتاع لحمه الراس اللي احنا صفيناه كده هنا، وهنبدا بقى ايه نقلب الخليط ده كده مع بعض. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. بصوا انا هحط بقى العيش هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم بقى ايه طبق فته كده لطيف، وهعمل بس ايه حاجه كده لطيفه للحمه الرش، تشويحه كده حلوه. انا بسخن طاسه، بصوا هحط معلقه سمنه كده صغننه كده، فيها فصين ثوم حلوين كده، تشويحه حلوه، وانزل فيها لحمه الراس. تاخد من الطعم ده الكباديل للطشه اللي من فوق الوش اهو، بصوا تشوح كده تشويحه حلوه. وطبعا الرز هنا استوى، حط بقى الرز سخن كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي سقيناه بالمرق، بسم الله. طبعا بنديله تشويحه كده الرز، ما تحطوش على طول بالزيت الابيض، لازم يتدور شويه كده في النار عشان يطلع حلو، يعني يطلع حلو فيه طعم وفي نفس الوقت ايه مفلفل، ما يبقاش يعني ايه معجن قوي. تعالوا بقى هنا، شوحت الحاجات الحلوه دي، هاخد بقى حبة الحاجات الحلوة دي هنا، بسم الله. شايفين ازاي؟ على طبق الفتة. عندنا المصور انهار شوية، بدأ ينهار، ما انهارش، حاجات بسيطة بيقولي اه. طيب وناخد بقى ايه ممكن نشيل بقى دول كده، وناخد هنا باللوش كده حبة صوص كده خفيف صلصة على الوش كده،
وطبعا صحة وهنا على إيه قلب حضراتكم. طبق بقى إيه يعني بالهنا والشفا للي إيه هيجرب. نقدر بقى نستفيد بالمرق اللي موجود ده كمان، ما نرميهوش، نقدر نعمل عليه شوربه، نعمل عليه رقاق، نعمل عليه اي حاجه. يعني اقصد انه الحاجات الجميله دي مش بن ايه. طيب في ناس ممكن تحب تعمل لحمه الراس دي ما تقدمهاش على الفته، هتعملوا نفس الخطوه اللي انا عملتها، تدوها بقى شويه بصل وطماطم، دخلوها الفرن تتنشف شويه فيبقى طاجن لحمه راس. دي برده من الحاجات الجميله في ناس كتير بتحب تعملها، يدخل الفرن ويطلع طاجن لحمه راس من غير ما يبقى كده مع الفت. بسم الله، تعالوا بقى نقدم الطبق بتاعنا هنا.